في زيارة غير معلنة أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى معتمديتي الوسلاتية والعلا من ولاية القيروان، التقى خلالها عددا من المواطنين أين استمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. رئيس الجمهورية تعهد بالعمل على إيجاد الآليات من أجل خلق الثروة وتوفير مواطني شغل قادرة على الحد من نسب البطالة. يلزم القضاء وخلق الثروة، انتم ثروة، لابد من إيجاد الآليات بالشق والثروة من في جميع المجالات قدرة الله. بارك الله فيك. شركات آلية وانتم تستثمروها، ما تقعدش عند الأوضاع أفضل برشا وأيسر برشا، باش تستغلوا الأراضي انتم، مش تستغلوا واحد ياخذ 100 الهكتارات وانتم ما تقعدوش. لا شفت تبعت الوضعية نتاعهم السكر والسكر اي واللي مازال باش يتاجر ويجوع تواسع يتحمل مسؤوليته كامله. يجيبوا لنا طرف زيت ولا طرف سكر ما يفرق من المواطن. السكر موجود هنا. يجيبوه ما يفرق من المواطن. ولا بس وين الديوان نتاع التجارة؟ تجي الديوان نتاع التجارة ويفرق من بعد يدرقوه. وقال رئيس الجمهورية إن تطهير البلاد من المفسدين والقضاء على الاحتكار سيوفر مستقبلا أفضل للتونسيين والتونسيات وسيساهم في تحسين معيشتهم اليومية. قدرة الله القادم أفضل بكثير بعد تطهير البلاد من المفسدين اللي عبثوا بها على مدى عشرات العقود، وإن شاء الله تفتح أمامكم آفاق أوسع بكثير من الآفاق الموجودة اليوم. نعرف المعاناة ونشعر بالمعاناة نتاعكم كل يوم، ان شاء الله تتحل الافاق والناس تتعامل كل على قدم المساواة، ولا كل محاباة في الانتدابات توفى في سواء في الوظيفة العمرية ولا في العدد من القطاعات الاخرى. المساواة مش مبدا ما عندوش حتى اثر في الواقع، يلزم يكون فهم مساواة في الواقع. رئيس الجمهورية قيس سعيد تنقل أيضا إلى ولاية سليانة حيث استمع إلى مشاغل عدد من المواطنين الذين طالبوا بتوفير آلة سكانر للمستشفى الجهوي، كما وعد بالنظر في ملف الأراضي الدولية لتحريك عجلة التنمية في الجهة ودفع المشاريع التنموية.